أهلا بكم يا أصدقائي مع كارلسون. ماجنوس كارلسون بطل العالم من سنة 2013 وحتى الآن، وحصل على لقب جراند ماستر وعنده 13 سنة، كما وصل إلى أعلى تصنيف في التاريخ في مايو 2014 2882. في السلسلة دي هنستعرض العديد من أدوار كارلسون، وحنشوفه وهو بيهاجم وهو بيدافع وهو بيلعب لعب موقفي وهو بيلعب لعب تكتيكي. ودلوقتي تعال نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 6، كارلسون في الهجوم ضد كاميسكي. كارلسون بطل العالم بيلعب في كنتاكي 2005 مع جاتا كاميسكي، الجراند ماستر الأمريكي المشهور اللي كان في ذلك الوقت في أقوى حالاته. تعال نشوف هذا الدور المثير. E4 C5 الدفاع الثقلي، Knight F3 E6 D4 CD4 Knight D4 A6، دي النقلة المميزة لتفريع كان في الدفاع الثقلي. وكارلسون كمل بنايت C3. ممكن كارلسون بدل ما يلعب النايت C3 في أكثر من نقلة بديلة زي البيشوب D3 أو C4، ودي النقلات الرئيسية في هذا الموقف، لكن كارلسون لعب نايت C3 وكامينسكي رد بكوين C7. ده الرد الأكثر شعبية في هذا الموقف، لكن الأسود ممكن يلعب نايت C6 وكذلك ممكن يلعب B5، ودي أيضا من النقلات المشهورة في هذا الموقف، ولكن كامينسكي لعب كوين C7 وكمل الدور بيشوب D3. وهنا أيضا الأبيض عنده بدال بيشوب D3 ممكن يلعب G3 أو يلعب البيشوب E3، ولكن كارلسون لعب بيشوب D3 وكاميسكي رد بالB5 كاسل بيشوب B7 كوين E2. لو الأبيض ملعبش كوين E2 ولعب مكانها روك E1، الأسود هيوصل للتوازن بعد B4 عاوز الحصان، نايت CE2 نايت F6 عاوز بيدق E5، نايت G3 بيحمل بيدق، بيشوب C4 نايت B3 بيشوب D3 بيشوب D2 نايت C6، والأسود وصل لموقف متوازن لأنه مسيطر بقطعه على المربعات E5 وF4. ولكن كارلسون في الموقف ده لعب كوين E2 وكاميسكي رد بنايت E7، ودي خطأ جسيم. الأسود بدل ما يلعب النقلة الضعيفة نايت E7 ممكن يلعب نايت F6 وكذلك ممكن يلعب بيشوب C5، والأسود في الحالتين دوره ملعوب، ولكن كاميسكي لعب نايت E7 ودي نقلة سيئة، لكن كارلسون ما استغلهاش ولعب روك E1. بالطبع كارلسون وهو مازال في مرحلة الافتتاح ما بيدورش كتير على التكوينات الهجومية، ولكن زي كل اللاعبين بيلعب بطريقة آلية أفضل نقلات التعبئة. ولكن كان عنده بدل ما يلعب الروك E1 ممكن يستغل النقلة السيئة ويلعب بيشوب تيكس B5 ويفوز ببيدق، لأن دلوقتي الأسود لو أخد الفيل هتبقى نقلة سيئة، والأبيض هيقوم بهجوم قوي جدا وهيبتدي بنايت تيكس B5، ودي نقلة قوية وعاوز الوزير، والوزير لازم يفضل مراقب المربعات C7 وD6، ولذلك إجباري يروح لمربع البي6. والأبيض هيكمل بيشوب E3، والأبيض دلوقتي بيهدد بهجوم بالكشف، وهيبدأ بنايت تيكس E6 بهجوم بالكشف على الوزير، وإذا الوزير أخذ الحصان هيلعب نايت C7 بشوكة ملكية للملك والوزير، والأبيض يفوز. ولذلك بعد بيشوب E3 أفضل رد عند الأسود إن يلعب كينج D8 ويكمل التفريع نايت F3 هجوم بالكشف على الوزير، كوين A6 نايت E5 وبيهدد بنايت تيكس F7 بشوكة للملك والرخ، والملك حركته محدودة لأن هناك شوكة أخرى من مربع C7 للرخ والوزير، وفي كل التفريعات الأبيض هيفوز ماديا. ولذلك في الموقف ده الفيل الأبيض محصر من الأخذ، والأسود خسر بيدق مهم في بداية الدور، ولكن كارلسون ملعبش بيشوب تيكس B5 وكمل بروك E1.
وكمل الدور نايت بي سي 6 نايت تيك سي 6 نايت تيك سي 6 وهنا كارلسون قام بأحد تضحياته المثيرة للاهتمام ولعب نايت دي 5 عاوز الوزير. التضحية دي بيسموها تضحية شعورية أو تضحية حدسية. اللاعب اللي بيلعب مثل هذه التضحيات ما بيكونش عارف بالظبط إيه اللي هينتج بعد هذه التضحية، لكنه بيشعر في داخله وبخبرته إن هيوصل لموقف أفضل من الموقف اللي هو فيه، ولذلك بيلعبها بعد تفكير قليل ولكن بشعور كثير. وكمل الدور ED5 ED5 تشيك. الأبيض بيدي كش بالكشف بالوزير وفي نفس الوقت عاوز الحصان، والأسود لعب نايت E7 والحصان ده هو هيكون القصة اللي هيدور عليها باقي الدور، والأبيض رد بC4. ولو توقفنا في الموقف ده وحاولنا نجيب على السؤال اللي بيقول هل الأبيض بعد تضحيته بقطعة أمام بيضاء حصل على تعويض كافي أمام هذه التضحية؟ ممكن نقول بمنتهى البساطة إن فعلا الأبيض حصل على تعويض كافي، لأن الأسود متخلف كثيرا في سباق التعبئة وملكه مازال في الوسط وبيواجه خطر داهم، ولكن أمله في النجاح إن يقدر يبيت في جناح الوزير. ولذلك كمسكي لعب في الموقف ده B4 رغم معرفته إن هذه النقلة بتجعل فيلو اللي على البي 7 بيفقد كثيرا من خطورته وبيبقى منزوي وراء بيادق الأبيض القوية في الوسط. وكمسكي كان عنده الاختيار بين تحرير فيلو أو خسارة ملكه، وبالطبع اختار الملك. لو كمسكي ملعبش البي 4 ولعب بي تيك سي 4، الأبيض هيكمل ببيشوب تيك سي 4، ودلوقتي الأبيض بيهدد ببي 3. ولو الأبيض قدر إن يلعب بيشوب بي 2 ويحط الرخ على العمود سي، ودلوقتي عنده التهديد ببيشوب اي 3، أو يلعب البيشوب دي 5 ويطلب الوزير، والأبيض هيكون أفضل كثيرا وفي طريقه للفوز. ولذلك كمسكي لعب بي 4 وما فتحش الموقف. وطبعا احنا عارفين ان كمسكي مشهور بانه من افضل اللاعبين الدفاعيين في تاريخ الشطرنج. وكارلسون كمل بيشوب جي 5 وبيضع كل ثقله على حصان اي 7، وكمسكي رد بإف 6. ورغم إن النقلة دي بتضعف موقف الملك، إلا إن كمسكي فضلها عن النقلة دي 6 اللي بيحمي بيها أيضا حصانه، ولكن هذه النقلة بتكون بطيئة جدا بالنسبة لنقلة إف 6، ولذلك كمسكي ملعبش الدي 6 ولعب مكانها الإف 6. وكارلسون كمل كوين اتش 5 تشيك، وابتدى كارلسون يكثف هجومه على الملك الأسود. لكن كامسكي المشهور بالدفاع المتين لعب جي 6، ودي أفضل نقلة في الموقف ولكنها نقلة خبيثة للغاية. لو كارلسون لعب بطريقة تلقائية التضحية المشهورة بيشوب تيكس جي 6 تشيك على أساس إن بيدا اتش مربوط على الرخ، الأسود هيرد بكل بساطة اتش جي 6 كوين تيكس اتش 8 اف تيكس جي 5، والأبيض هيكمل كوين اف 6 بيكمل ضغطه على حصان اي 7 وفي نفس الوقت طالب بيدا جي 5، ولكن الاسود هنا هيلعب كاسل لونج، وبكده بينتهي هجوم الابيض والاسود متفوق ماديا وفي طريقه للفوز. ولذلك في الموقف ده كارلسون ملعبش بيشوب تيكس جي 6 ولعب كوين اف 3، ودي النقلة الصحيحة القوية. ولكن كامسكي لعب برضه أفضل نقلة دفاعية في الدور وهي F takes G5. لو كامسكي ملعبش F takes G5 ولعب بيشوب G7 علشان يحمي بيدا F6، النقلة دي هتكون نقلة سيئة. طبعا دلوقتي الأبيض لو أخذ على ال F6 هتبقى نقلة سيئة، لأن الأسود هيلعب كاسل وهيربط الفيل على الوزير والأسود هيفوز. ولذلك أفضل نقلة عند الأبيض إن يلعب بيشوب اف 4 عاوز الوزير، دي 6 روك اي 6 كاسل لونج كوين جي 3. الأبيض حول ضغطه إلى المربع دي 6. وأفضل نقلة عند الأسود إن يلعب بيشوب اف 8، وهنا الأبيض بيلعب بيشوب تيكس دي 6
روك تيكس دي 6 والابيض هيكمل روك تيكس دي 6 وهنا الابيض معاه رخ وبدائين امام قطعتين صغيرتين للاسود وموقف الابيض افضل كثيرا وقد يكون في طريقه للفوز ولكن كاميسكي في الموقف ده لعب افضل نقله دفاعيه وهي اف تيكس جي 5 وكمل الدور كوين اف 6 بيضغط على حصان اي 7 وعاوز الرخ وهنا كاميسكي لعب برضو افضل نقلة دفاعية وهي كاسل لونج وساب الرخ والابيض كمل كوين تيكس اتش 8 وهنا كاميسكي بعد ما دوره اتحسن قليلا لعب نقلة مشكوك فيها وهي كوين دي 6 وده المربع الخاطئ للوزير والمفروض ان الوزير يروح لمربع اف 4 وهي دي النقلة الصحيحة لكن كاميسكي لعب كوين دي 6 وهنا الابيض هيفوز بتيمبو بلعبه سي 5 وكارلسون لعب اولا بيشوب اي 4 بيحمي بيدا الدي 5 وبيستعد للعب السي 5 كينج بي 8 روك اي سي 1 بيدعم لعب السي 5 والاسود رد بكوين اف 4 جي 3 كوين اف 7 كوين دي 4 ودي نقلة مثيرة للاهتمام اي لاعب اخر هيلعب هنا بالابيض كوين اي 5 تشيك وهيفوز ببيدا الجي 5 لكن كارلسون علق وقال ان ده بيعتبره اضاعه للوقت وان افضل نقله في الموقف هي كوين دي 4 وكمل الدور دي 6 وهنا كارلسون بين هدفه من لعب كوين دي 4 وهو كوين بي 6 بهجوم مزدوج على الرخ وعلى بيدا البي 4 ولو سقط بيدا البي 4 الملك الاسود لن يشعر بالامان الى نهاية الدور وكاميسكي كمل روك دي 7 وكارلسون لعب كوين تيكس بي 4 وبعد ما تخلص من البيدا المزعج اصبح للوزير حرية حركة كبيرة وكاميسكي رد نايت اف 5 وهنا اتخذ كارلسون احد القرارات الاستراتيجية المهمة ولعب بيشوب تيكس اف 5 ودي نقلة قوية دلوقتي كارلسون بعد ما تخلص من الحصان الاسود امام فيلو القوي الابيض هيقدر يسيطر على العمود اي ويحرر نفسه من اي قلق بقفزات الحصان الى مربع الدي 4 مثلا والاسود كمل جي اف 5 روك اي 6 الرخ بيتحرك بحرية على طوال العمود اف 4 روك سي اي 1 الابيض امتلك عمود الاي ودلوقتي بيهدد بروك اي 8 تشيك والاسود رد روك دي 8 بيغطي الصف الاخير كوين بي 6 عاوز الرخ روك سي 8 وهنا لعب كارلسون بي 4 وكارلسون قال ان هو لما لعب النقله بي 4 عرف انه هيفوز في نهايه الدور بالطبع الاسود ما قدرش ياخد بيدا السي 4 لانه لو لعب روك تيك سي 4 الابيض هيكمل بالنقلة القوية بي 5 اي بي 5 روك اي 8 تشيك روك سي 8 كوين تيكس بي 5 كوين تيكس دي 5 والابيض هيكمل بالنقلة القوية روك تيكس سي 8 تشيك كينج تيكس سي 8 روك اي 8 تشيك كينج سي 7 كوين تيكس دي 5 بيشوب تيكس دي 5 روك تيكس اف 8 والابيض هيفوز في مرحلة نهاية الدور ولذلك الاسود هنا كمل اف جي 3 اتش جي 3 اتش 5 الاسود والابيض بيهاجموا كل واحد في احد الاجنحه ولكن هجمات الاسود بتبدو كانها خيالات انما الابيض له هجوم واقعي وكمل الدور بي 5 وهنا كاميسكي لعب احد النقلات الدفاعيه الهامه كوين سي 7 ودي افضل نقله دفاعيه في الموقف وبيثبت انه من احد اللاعبين الدفاعيين المهرة على مدى التاريخ وكارلسون كمل كوين سي 7 تشيك كينج سي 7 بالطبع مش كل لاعب بيهاجم لازم يوصل للكش مات ولكن ممكن يوصل الى موقف مكسوب في مرحلة نهاية الدور زي كارلسون في هذا الوضع وكمل الدور اي 4 اي بي 5 اي بي 5 كينج بي 6 روك اي 8 كارلسون لعب نقلة سيئة والنقلة دي أعطت الأسود الفرصة أن يحرر فيل F8 والأبيض رغم أنه هو مازال الأفضل إلا أن مسألة الفوز أصبحت صعبة للغاية
والاسود اخيرا لعب بيشوب جي 7 وحرر الفيل روك 8 اي 6. وهنا كاميسكي رد الهديه لكارلسون ولعب روك جي 8، ودي نقله سيئه. وهنا كارلسون على الفور لعب التكوينه اللي بتفوز بماده ولعب سي 5 تشيك، ودي النقله اللي قربت كارلسون كثيرا من الفوز. وكمل الدور كينج تيكس سي 5 روك اي 7، ادي هدف التكوينه، هجوم مزدوج على الفيلين والابيض هيفوز ماديا. وكمل الاسود بيشوب دي 4 والابيض طبعا لعب روك تيكس بي 7 وكل دفاعات الاسود انتهت واصبح الفوز مساله وقت. روك اف 8 روك سي 7 تشيك كينج تيكس دي 5، وهنا الابيض لعب روك دي 1 بيربط الفيل روك بي 8 روك جي 7. كارلسون بيلعب افضل نقلات في الموقف، وبالطبع الرخ محصل من الاخذ بالفيل لانه مربوط. جي 4 روك جي 5 تشيك كينج سي 4 روك تيكس اتش 5. كارلسون بيلتقط بيادق الاسود، وكامينسكي ممكن يسلم في هذا الموقف لكنه كمل بيشوب سي 5 روك جي 5 روك تيكس بي 5 روك تيكس جي 4 تشيك كينج سي 3 كينج جي 2 بيشوب اي 3 روك جي دي 4، والابيض هيفوز بماده اخرى ولذلك الاسود سلم. دور رائع، ورغم ان اللاعبين العملاقين ارتكبوا بعض الاخطاء البسيطه لكن كارلسون وهو صغير وبيفوز على كاميسكي وهو واحد من أقوى اللاعبين الدفاعيين على مدى تاريخ الشطرنج بيديله دفعة هائلة وبيدل على مدى قوته وتأثيره الهجومي. ودلوقتي أقدر أقول لكم إلى اللقاء في دور آخر مثير مع كارلسون.